قمنا اليوم بتقديم وجبة إفطار لأهلنا في منطقة تادف التي لا تبعد عن خط التماس إلا مسافة بسيطة. الهدف من القيام بهذه وجبة الإفطار هو جمع شتات العوائل التي فرقتها الحرب ودمرت منازلها. تقريبا العدد الموجود في هذا الإفطار ما يقارب 600 عائلة في هذه المنطقة. طبعا الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى من علينا بهالجمعة اللي من زمان نحن مهجرين من 5 سنوات من مدينتنا. فهالإفطار هذا له رمزية كبيرة، جمع أهل البلد على كلمة واحدة.